صباح الخير يا متابعين فتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر، قدمه لكم كريم مجدي اليوم 1 فبراير 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. انخفاض للأسهم الأمريكية بشكل عام، والمؤشر داو جونز طبعا هو محور حديثنا خلال الفيديو النهاردة. درجة أكيد في المقام الأول لانخفاض شهية المخاطر في ظل طبعا حالة الاضطراب الموجودة على الساحة العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية وأكثر من عامل مؤثر على الاسواق. انخفاض كبير لمؤشر دا جونز ومتوقع طبعا استمراريته. النهارده هيكون في بيان وحيد من شانه انه يؤثر على الاسواق، هو مؤشر مدير المشتريات الصناعي الصادر عن معهد اداره توريدات الاي اس ام الشهري لشهر يناير، متوقع عليه 60 مقارنه بالشهر الماضي اللي كان 60.5. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. احنا شايفين طبعا شارت واضح لحد ما الحركات التصحيحيه بعد وصول المستويات القياسيه، اداء ورجوع مره اخرى وضغط طبعا اسفل ال 30460، اداء سلبي على مؤشر الفلات ترند، على مؤشر السار، تقاطع المتوسطات السعر الاعلى لاسفل عفوا، والمسافه بينهم ثبات السعر اسفلهم، سلبيه مؤشر فلات ترند وسلبيه مؤشر الاستوكاستيك، كل ده ضغط عليه بشكل كبير. طبعا بيحاول مره اخرى دلوقتي اختبار 29950، وسبق لي كسره وانخفاضه اسفل منه، وده طبعا امر متوقع انه يقدر يكسره مره ثانيه خلال ما احنا حتى خلال حديثنا دلوقتي، وذلك نتوقع مزيد من الاداء السلبي بشرط كسر 29950، وده مش شرط صعب خالص علشان يروح ل 29400 وراها لل 29 فلات. مره ثانيه كسر 950 وراها 29400 وراها 29 فلات. السيناريو الاخر المعاكس اتحب كسر 30960 وراها ال 31420، واخر نقطه عند ال 31840. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول الايام، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.